أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قتلى وجرحى بانهيار مبنى مؤلف من 3 طوابق في منطقة شويفات اللبنانية يقطنه لاجئون سوريون، والبحث جار عن 17 آخرين ما زالوا تحت الأنقاض وفق الوكالة الوطنية للإعلام. تفاقم معاناة النازحين في مخيم حرش الخالدية في منطقة عفرين شمالي حلب بعد العاصفة المطرية التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا. الأردن يسلم سلطة الأسد جثث 3 مهربين أحدهم عنصر من قوات الأسد عبر معبر نصيب جابر الحدودي، قتلوا خلال مواجهات مع حرس الحدود الأردني وفق شبكة درعا 24. مقتل شابين ينتميان لمجموعة مصطفى الكسم التابعة للأمن العسكري بعد إطلاق مجهولين النار عليهما في حي سجنة بمدينة درعا وفق موقع درعا 24. مديرية أوقاف حلب التابعة لسلطة الأسد تصدر تعميماً لاعتماد توقيت جديد لمواعيد شروق وغروب الشمس التي قالت إنها تغيرت بسبب زلزال 6 شباط من العام الفائت. الأمن العام اللبناني يواصل احتجازه التعسفي وغير المبرر للاجئ السوري ياسين محمد العتر دون ارتكابه أي جريمة سواء جنحة أو جناية داخل الأراضي اللبنانية وفق صحيفة المدن.